غنوة زمان صحبة زمان سهرة زمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان يا زمان ليل يا عين وعين يا ليل ليل يا عين وعين عين يا عيني عروان ضحكة زمان غنوة زمان صحبة زمان سهرة زمان زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان يا زمان ليل يا عين عين يا ليل زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان يا زمان ليل يا عيني عين يا ليل ليل يا عيني عين ليل يا ليلي عروان وكان زمان السطوح في السينما المصرية كان له أهمية كبيرة جدا في عدد كبير من الأفلام. يعني كلنا نذكر مثلا عبد الحليم حافظ في شارع الحب لما كان ساكن فوق السطوح وبيعزف الأوبوا بالليل، وزينات صدقي اعتقدت ان في عفريت فوق السطوح وطلعت عشان تشوف ايه العفريت اللي بيعمل المزيكا دي. على سبيل المثال أيضا عبد الحليم حافظ غنى غنوة كاملة في السطوح في فيلم يوم من عمري، غنوة من أجمل أغانيه إخراج عاطف سالم بأمر الحب مع زبيدة ثروت. يمكن السطوح كمان كان زمان النجمات بيتصوروا وهما بينشروا الغسيل، قال يعني ست بيت، ففلانة بتنشر الغسيل بتاعها وفلانة بتنشر الغسيل بتاعها، أو كيف تتعامل النجمة مع السطوح. هنلاقي مثلا السيدة زوزو ماضي على السطوح ومديحة يسري كيف تتعامل مع الغسيل بتاعها. السطوح شكل مكان لقاء محبين في كثير من الأفلام العربية والمصرية. السطوح كان أيضا حيث تحاك بعض المؤامرات في الأفلام اللي فيها جريمة أو فيها مهربين أو إلى آخره. السطوح كان اللقاء اللي شادية غنت فيه لسانك حصانك إن صنت صانك في الفيلم الشهير اللي إنتاج ماري كويني وإخراج عباس كامل طبعا. السطوح شهد أقول إيه شهد أغاني دويتات عديدة جدا لكثير من المطربين والمطربات. فالسطوح في الواقع كان بيشكل ديكور مهم جدا في السينما المصرية كده هو. زمان كانت الإعلانات بتطلع في دور العرض السينمائي قبل عرض الفيلم أثناء الاستراحة، ولفت نظري إعلان دم خفيف سنة 1951 في سينما الكرسال أثناء عرض فيلم خد الجميل. الإعلان بيقول كالآتي: كيف تجعل عينيك تبرق زي عيون الكتكوت؟ كيف تجعل عينيك تبرق زي قرص الشمس؟ السر عند عبد الرحيم بيه كبير الرحمية جبلي. ماذا يستعمل
عبد الرحيم بيه كبير الرحمية جيب لي. أقول له إيه يا عبد الرحيم؟ أقول له إيه يا عبد الرحيم؟ أقول له إيه؟ باي، قول لي يا باي. بستعمل ششم البقرة الحزيني. إذن السر هو في ششم البقرة الحزينة الذي يستعمله عبد الرحيم بيه كبير الرحمية جيب لي. ششم البقرة الحزينة نقدر نجيبه منين؟ من عند الحاج بيومي العطار. تستطيع بخمسة مليم العصور على ششم البقرة الحزينة عشان عينيك تبرق زي عيون الكتكوت وزي قرص الشمس. لكن يا ترى منذ متى يستعمل ششم البقرة الحزينة عبد الرحيم بيه كبير الرحمية جيب لي؟ قبل ما جدك وعمك وابوك يخلفوك. وهكذا استعمال ششم البقرة الحزينة تستطيع أن تكون مثل عبد الرحيم بيه كبير الرحمية جيب لي. وده كان الإعلان اللي ظهر سنة 1951 في سينما الكرسال أثناء عرض فيلم خد الجميل إخراج عباس كامل الشقيق الثالث لحسين فوزي والأحمد جلال أبو نادر جلال. واستطاع الساخر عباس كامل أنه يخترع شخصية عبد الرحيم كبير الرحمية وولده عبد الموجود محمد التبعي والفنان الكبير سيد بدير، وبقوا قاسم مشترك في كل الأفلام سنة 51 و52 و53 و54. ويمكن كان أكبر مساحة ليهم كان في فيلم بطولة شادية وكارم محمود وفريد شوقي وإسماعيل ياسين وزينات صدقي، وكان اسمه لسانك حصانك. يوليو 1967 التلفزيون، المخرج محمد فاضل يجتمع بمصطفى كامل وعاصم توفيق بيكتبوا مسلسل القاهرة والناس، وفجأة الأستاذ محمد فاضل يطلب تأجيل التصوير شهرين لأنه عايز مجموعة جديدة من طلبة معهد التمثيل المسرحي لاختيار بعضهم شباب صغيرين لأدوار البطولة في القاهرة والناس. اللي كان أبطالها مين؟ يعني كان في الوقت ده نور الشريف من أول الناس اللي توزع عليهم الأدوار، أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، فاطمة مظهر كانت أول مرة، كانت لسه يدوب مخلصة كلية الأداب قسم إنجليزي وجاية ما كانش عندها فكرة خالص إنها ممكن تمثل. وبعدين بقى مجموعة المخضرمين، الأستاذ الكبير محمد توفيق، السيدة عزيزة حلمي، الفنانة كريمة مختار، يعني دول كانت الأسرة الرئيسية. يعني احنا كانت عيلة تركيبتها طبقة متوسطة، الأب كان مراقب عام في إحدى المصالح الحكومية، وكان تركيبة مختلفة تماما واتجاه مختلف، لأن كمان يعني هم كانوا بيركزوا على مسألة التقاليد الحاجات دي، لكن احنا كان بقى مشاكل المجتمع بعد 67، يعني هي دي كانت النقطة الأساسية في القاهرة والناس، وين ده يمكن اللي خلاها بقى في علاقة خاصة بينها وبين الناس. جماهيرية نجحت جدا لأنها كانت بتتكلم عن الوقت نفسه، يعني احنا هي كان مفروض احنا ابتدينا التفكير فيها قبل حرب 67. فلما حصلت حرب 67 وما ترتب عليها ملابسات ويعني هزيمة عسكرية في الحرب والناس نفسها، فتحول المشروع الى انه بنعالج تأثير حرب 67 على المجتمع المصري بشكل دراما اجتماعية ما بنتكلمش فيها كلام مباشر اطلاقا. لكن كتب في ذاك الوقت انك طلبت من المؤلفين انهم يكتبوا مخصوص للوجه الجديد الطالب في معهد التمثيل نور الشريف، ايش معنى؟ هو نور كان قبلها بسنتين بالضبط، سنة 65 كان لسه في سنة تانية في المعهد، وعمل معايا تمثيلية قصيرة قال فيها بالضبط 4 جمل. انت اخترته يعني ولا يعني في الوقت ده؟ لا، انا كان مصطفى دمرداش كان اخو الاستاذ نور دمرداش، وكان مصطفى طالب في المعهد برضه، فانا طلبت بحكم العلاقه قلت له عايز اتعرف الى شباب من المعهد، فجاب لي مجموعه كان من ضمنهم نور. وانا فاكر في التمثيليه دي كانت بطوله صلاح السعداني اسمها الامتحان، يعني هو صلاح السعداني اكبر شويه من نور الشريف عشان ما نزعلش صلاح بس. كان نور قال 4 جمل في التمثيليه لفت نظرك خالص،
بشكل لدرجة ان انا فعلا طلبت لاول مرة انا متعود اوزع الادوار بعد ما السيناريو اتكتب. هنا خالفت طريقتي وطلبت من المؤلفين عاصم توفيق ومصطفى كامل ان هم يرسموا دور لنور الشريف. يرسموا دور يا عودي ما بعملهاش حقيقي خالص. وابن السيدة زينب نور الشريف في ذاك الوقت، انا عندي مجلة قديمة فيها واحدة بعتة بتقول هذا الشاب الرقيق اللي بيطلع في القاهرة والناس بيعذبني وبشوفه وبمشي وراه وبيركب الترماي وبركب وراه الترماي علشان اكلمه وهو يحط راسه في الارض خجلا. خجول قوي نور الشريف لحد دلوقتي. طب فاكر اختيار فاضل ليك في القاهرة والناس وفضل القاهرة والناس عليك؟ طبعا، وانا اعتقد استاذ فاضل يعني بيتابع كل اللي انا بنشره او بعمله من احاديث، ان انا مسمي القاهرة والناس حجر الاساس في حياتي. يعني لا يوجد مشروع لاي شيء الا بحجر اساس، فالقاهرة والناس هو حجر الاساس في حياتي فعلا. واللي قاله استاذ فاضل هو اللي حصل فعلا، ولا تصور مدى سعادتي لاني كنت مرعوب انه ما يختارنيش. و انا ليه كمان قلت ان ده حجر الاساس في حياتي؟ لان ممكن اكون وجه جديد انجح في عمل واحد مره واحده بالصدفه. يعني لاني مثلا موهوب، بمثل كويس، ان انا مناسب صفات الدور في اول دور. لكن انك تكون بدايتك على ايد فريق عمل عارف ايه الفن وايه دور الفن، هو ده اللي مهم قوي. يعني ده اللي فعلا الى الان لحد هذه اللحظه ده اللي بدين بيه لفاضل وكل فريق العمل في خيره والناس. مش عيشه دي، على فين خارج؟ يعني فين؟ اي حته. حضرة؟ لا. ندوة؟ لا. مسرح؟ برضو لا. سينما؟ لا. كونسير؟ لا. هتوقف على نصة الشارع؟ يمكن. يمكن؟ ليه لا؟ والثقافة؟ شو معنى منها؟ وكتبك؟ حقطعه. والفن والادب يغوره. والمبادئ والقيم والمثل العليا حاسبهم لغيري. في الاربعينات اثناء الحرب العالميه الثانيه كانت نجمات هوليود بيقوموا برحلات للترفيه عن قوات الحلفاء في انحاء متعدده من حيث تواجد جيوش الحلفاء اثناء الحرب العالميه الثانيه مع هتلر طبعا. وكانت نجمه حفلات الترفيهية عن النجوم هي بيتي جريبل. وبيتي جريبل كانت مشهورة إنها هي نجمة الإغراء في ذاك الوقت من سنة 42 وطالع لحد سنة 45 لما ظهرت مع نهاية الحرب العالمية الثانية ريتا هيورث. في الأربعينيات كانت السينما المصرية مع نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 45 كان في رواج كبير جدا في السينما المصرية، عدد كبير جدا من الأفلام بتنتج. كانت ليلى مراد في أوج مجدها، كان أنور وجدي ابتدى يبقى فتى مصر الأول ويقوم ببطولة أفلام، رغم أن هو كان آخر لقاء له مع ليلى مراد في دور تاني كان في شهداء الغرام أو روميو وجولييت إخراج كمال سليم. وسنة 45 مع نهاية الحرب العالمية الثانية ابتدى كمال سليم يخرج ليلى بنت الفقراء إنتاج أنور وجدي،
وجمع في ليلى مراد وحقق حلمه أنور وجدي إن يبقى هو البطل المطلق أمام ليلى مراد بعد ما كان بيعمل الأدوار التانية أمامها في ليلى في الظلام وليلى بنت مدارس وشهداء الغرام. لكن كمال سليم توفي أثناء إخراج الفيلم، فليلى مراد شجعت أنور وجدي إن هو يخرج هو الفيلم اللي كتب حواره بديع خيري. والفيلم قائم على سوء الفهم الغير مقصود. أهل الحارة معتقدين بحسن النية إن هو جاي يخطب بنتهم، فبيتجمعوا في زفة جماعية جميلة جدا بتبين أيضا تضامن أهل الحتة وفرحتهم ببنت الحتة جميلة يا زينة حتتنا اللي هي ليلى مراد. في لحن لحنه وأداه محمد البكار، وفي استقبال للعريس اللي جاي. ذكريات وأيام حلوة ما تتقدرش، وناس عظيمة ما تتعوضش، وكل ما نقرأ أو نسمع أو نشوف حاجة عنهم غصب عننا نقول يا سلام كان زمان. زمان صحبة زمان سهرة زمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان يا زمان ليل يا عين زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان يا زمان ليل يا عيني عين يا ليل زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان يا زمان ليل